أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويطرحون بحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا نتبع الهدى معك نتخطى من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تشبع إلهي ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أثرهم لا يعلمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في وبها رسولا يدعو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ما عند الله خير وابقى افلا تعقلون. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. ويوم يناديه فيقول انا شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناه كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاء فداهم لم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء وما يختار ما كان لهم خيره. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحق في نور لا ولاخرة وله الحق وإليه ترجعون. قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل صمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.
الذي تسكنون فيه أفلا تبصرون. وبرحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا بفضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزلنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. خرج على قومه في قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين قالوا علم ويكون ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها فحسبنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بنفس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن شاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربي أعلم من شاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ترجعون الف لام ميم
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصل الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمي خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يخسرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم أحسن إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا بلاغ مبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وسيرا في الأرض فانظرا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله يئسوا من رحمتي
وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومهم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له الله وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب صلي على قوم المفسدين ولما جاء الرسل لإبراهيم ببشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إذا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاء رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إذا امرأتك كانت من الغابرين إنا مرسلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاه شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فاستغفروا في الأرض وما كانوا سابقين وكلنا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس. Hey.
إن في ذلك لآية للمؤمنين وكما وإذا إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allah, Allah.